فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجر صلاة القاعد الصحيح على النصف من أجر القائم، وبين هذا في النفل، في النفل ما هو في الفريضة. الفريضة ما يجزي القعود مع القدرة على القيام، أما في النافلة فيجوز وإن كان قادرا على القيام لكن له نصف أجر القائم، هذا في النافلة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.